ظهر بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تبعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل، نود أن ننوه هنا مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا سنتحدث عن استمرار العنف المستخدم حكوميا ضد المتظاهرين أو المتبع حكوميا ضد المتظاهرين في ثورة تشرين في كافة المحافظات العراقية بشكل عام، لكن اليوم أيضا سنخص البصرة بالذكر، حيث تعرضت محافظة البصرة متظاهرو محافظة البصرة إلى عنف شديد جدا من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات التي أخذت المساحة والحرية بالتحرك والتصرف عن طريق القوات الحكومية كذلك، واستخدم العنف ضد المتظاهرين وهناك إصابات كثيرة. الناشطون في تظاهرات محافظة البصرة أكدوا أن القوات الحكومية استخدمت عنفا مفرطا لم يسبق له مثيل، وأوضح الناشطون أن القوات الحكومية اعتقلت العديد من المتظاهرين بعد حملة قمع بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والدخانية والصوتية، فضلا عن استخدام الهراوات والسكاكين من قبل قوات مكافحة الشغب. أضاف المتظاهرون والناشطون في التظاهرات أن القوات الحكومية وقوات مكافحة الشغب بدأت بإطلاق النار من أسلحة متوسطة، كما استخدمت الغازات والقنابل الدخانية، على أثرها تفرق المتظاهرون داخل الأحياء والأزقة، بينما عمدت عناصر الأمن إلى مطاردتهم واعتقال العديد من المتظاهرين، حيث تعرض كثير منهم للإهانة والتنكيل بالضرب بالهراوات في مشهد عنيف لا مثيل له، كما يروي الناشطون والمتظاهرون في محافظة البصرة. أيضا أعلن المتظاهرون في محافظة البصرة نيتهم إعادة نصب خيم المعتصمين قرب ساحة اعتصام البحرية بعد إزالتها، وقال الناشطون إن التظاهرات ستستمر حتى يوم الجمعة القادم لإعادة نصب الخيام مجددا بعد إزالتها. طبعا يستمر العنف المستخدم من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، ورغم هذه الأحاديث الحكومية على لسان المتحدث باسم الحكومة، المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء، أو أي شخصية حكومية تتحدث وتقول بأن الكاظمي لم يأمر باستخدام العنف وما يحدث هو تجاوز على الأوامر التي أعطيت، لكن العنف المستخدم ضد المتظاهرين متبع منذ أول يوم تسلم به مصطفى الكاظمي الحكم ولغاية هذه اللحظة. ورغم الوعود أو حديث مصطفى الكاظمي بأنه أوعز إلى قياداته الأمنية والعسكرية بأن يحموا المتظاهرين ويوقفوا استخدام العنف ضدهم، إلا أن هذا الكلام مجرد كلام. ما يحدث على الأرض اليوم ولغاية هذه اللحظة هو عنف مستخدم ومتبع من قبل القوات الأمنية أولا، ثم بعد ذلك الميليشيات ضد المتظاهرين والمعتصمين في كافة المحافظات العراقية. والسؤال يبقى قائما، أين هذه الوعود التي تعطى من قبل رئيس الحكومة؟ وهل سيستمر المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء هو وهذه الحكومة بشكل عام بالخروج والقول بأنه رئيس الوزراء أمر بحماية المتظاهرين، أمر بحماية ساحات التظاهر؟ طيب هذه الأوامر من ينفذها على الأرض؟ هذه الأوامر إن كانت لا تطاع، فما قيمة رئيس الوزراء أصلا إن بقي في الحكم أو لم يبقى؟ طيب دعونا نشاهد الآن مشاهدينا الكرام المتظاهرون من ساحة اعتصام واسط في مدينة الكوت يعلنون تضامنهم مع ثوار محافظة البصرة ويرفضون العنف المستخدم ضد المتظاهرين، فلنشاهد.
في بصرتنا الحبيبة من قمع واعتقالات غير مبررة، ليس إلا مؤامرة للنيل من الثورة والدائرين. وعليه نحذر حكومة الكاظمي والسلطات هناك من استمرار هذه الممارسات، وإلا ستكون العواقب وخيمة ولا تحمد عقباها. كما نؤكد أن ثورة تشرين مستمرة ولن تتوقف ما لم تحقق كامل أهدافها التي خرجنا من أجلها. نبدأ باستقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام. معنا أول اتصال السيد زيد من بغداد، تفضل يا زيد. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا وسهلا حضرتك والقائمين على القناة. الله يسلمك. اتصالات، حياك الله، تفضل يا زيد. والله استاذ محمد، الوضع بالعراق من سيء الى اسوء. نعم. تعرف من بدايه الاحتلال العراق بقى لمده عام كامل من غير حكومه. فلم تحدث به اي فتن واي محن. الا بعد التسلم هذه الاشكال وهذه النماذج والسلطه في العراق. نعم. فبدأت هنالك الطائفية. كذا فئة من المذهب الفلاني، وكذا فئة من المذهب الفلاني. نعم. وكذا فئة من القومية الفلانية. نعم. فقسموا العراق إلى عدة أجزاء. نعم. وبهذا التفريق قاموا، نعم، بتفرقة الشعب. فحينما ثار الشعب في 25 تشرين، نعم، فتوحد الشعب وكانت كلمه، فبدا يدك مضجع الاشخاص الذين يقومون على السلطه في العراق. طيب. وهذا لا يرضيهم. يجب ازاله هذه التظاهرات وقلع هذه الخيم لانها لا تخدم مصالحهم. والكاظم سياسته كسياسه اسلافه، لا تختلف اي شيء استاذ محمد. شنو اللي يتوقعوه من الشعب العراقي وهم دي يتقاتلون بيناتهم على الانتخابات الجايه؟ شنو اللي يتوقعوه؟ هل اكو اللي حيروح ويذهب الى صناديق الاقتراع وينتخبهم مثلا؟ والله استاذ محمد نفسي ما ادري بالبث. يعني انا لو يملكون العراق كل ذهب ما اذهب الى الانتخابات، وما ذهبت انا بالاصل. نعم. لا ندري هاي عملية فاسدة، ما تنتج إلا الفاسد، ما ينتج إلا فاسد. نعم. فهؤلاء نفس الأشكال، تتغير الأشكال والسياسة واحدة. نعم. بس ملاحظة واحدة بس، عادل عبد المهدي أنجز إنجاز واحد، وهو أنه تسجيل عدس للعائلة الواحدة. وإحنا لحد الآن محتفظين بـ 100 كار طبعا أستاذ محمد. نعم نعم. أنا أشكرك يا سيد زيد من بغداد. طبعا للتوضيح فقط، ثورة تشرين انطلقت من 1/10 مو يوم 25 كما قال السيد زيد. يعني أكو كان في بداية الثورة، نعم، كان هناك لبس على بعض العراقيين أنه هي انطلقت 25، لا، المظاهرات انطلقت من يوم 1/10/2019، ويعني شهدت منذ أول أيام القمع والقتل على يد القوات الحكومية، وطبعا جت الميليشيات بعد ذلك. أبو عبيدة من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، حياك الله، تفضل. والله يا أخي يعني جريمة في جمال البصرة يا أستاذ محمد. البصرة هي كانت مأوى للناس اللي كانت تهويها من الناس العسكريين اللي كانوا بزمن القاذفيين، وتنطعون عندها والمضايف مالها متوفرة. طيب. حتى هذا يصير بها الخراب اللي يصير على البصره وعلى المحافظات اللي ما تبقى. وهذه اللي اصاله عربيه. نعم. يعني المفروض يحتفظون بها. ما يصير بالبصره هيك التشنج هذا. نعم. يعني هسه شوف ابسط دليل عندك. هسه على المتظاهرين اللي يطلعون بالشوارع هذه، ايش قد عاد تنقضب منهم ناس تعتقل بالمئات والالوفات. نعم. دعك عن الاعتقالات ودعك عن غيرها. زين هذا هسه فالح رشيد فليح اللي مخلينه قائد الشرطه. نعم. رشيد فليح هو اساسا هذا مجرم سابق. نعم. كان نظام البائد. نعم. يعني هذا شنو هذا اللي حاسب الناس؟ هو المفروض يتحاسب. بس يا اخي هي مفقودها ميليشيات وحب الناس وتجرها. البصره هي الاصاله. نعم. هي الكل بالكل. هم المظاهر اللي كانت تقضب الخيم والشواذ اللي تقضب العسكري تقول يا اهلا بيكم تفضل بالبيت مالنا. وما نعم. يخلونه يدخل بالفندق. اكلوا وشربوا.
هذه تربيك بحق البصره وبحق الناصريه وبحق الغير، هم الاصاله العربيه هذول الناس. يعني جريمه بدت اول من بدت التظاهرات في الموصل بتاعت الاحرار، عم يصورها على الشرطه العشائر وكذا وكذا ومثل اخر شيء جت فيه نفس الميليشيات برقتهم حولت بغداد هسه ونفس الحال. ايش قد ناس احتقلوها؟ نعم. ايش قد ناس خلوها جوا؟ زين ما تحكمون الاعتقالات هذا من اللي وراها؟ ما تقولوا هم الاحزاب اللي قاعد تحكمها تاع البلد. يعني 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 حكومة الكاظمي إذا فعلا دا تريد تكون كما دي صرح هو أنه هو يريد يحاسب. نعم. طيب نعم. كم حدث وكم جريمة وكم انتهاك صار من وقت ما هو استلم لغاية هاي اللحظة؟ نعم. الجرائم اللي حصلت نعم. في الفترة مالته فقط الحدث ما طلعوا منهم الجنات ما حاسب أحد. طيب شلون يريد يحاسب العاد وشلون يريد يحاسب اللي الجرائم السابقة؟ ابسط دليل انطيك ازعر رواتب الموظفين ورواتب الناس المتقاعدين والغير. نعم. يزع صح اليوم اصرفوا رواتب الرعايه لشهر واحد، وين يقول لك والله راح نسوي على شهر؟ ما يقولون احنا قاعد نخليها سنه منها. نعم. من الرعايه المساكين ياخذون من الايتام والارامل. نعم. ومن الناس الكبار السن. يعني كيف عاد هذا البقيه؟ هو ما دعي ما يطلع يتحدث، هو شنو مخلي احمد الملا طلال يتحدث مكانه؟ مو اكو ناس قاعد تأذب البلد. يعني انت الاحزاب ما تقدر عليه، عشان انت باقي رئيس وزراء هسه تحكم البلد الاحزاب. انا اشكرك يا سيد ابو عبيده من الموصل، شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا سيد ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. مساء محمد. اهلا وسهلا حياك الله. ومساء الخير لجمهورك الكريم. مساء النور. بصراحه يا محمد مثل ما ذكرت انت لازم احنا ناكد عليها انه الثوره بدات يوم واحد. نعم. لكن يوم 25 هو كان توحيد لكل المحافظات من درعها في عموم العراق كله. طيب. وكان يوم واحد يعني كان ثورتهم اشخاص تطالب باصلاح وضع. نعم. لكن يوم 25 هي كانت مطالباتهم انهاء الوضع السياسي برمته وتبديل الطبقه السياسيه والمنظومه السياسيه بالعراق. طيب. ثم استاذ محمد يعني احنا نحب نربط انه اكو انتصار جديد للثوار اضافه الى انتصاراتهم. اليوم اعلن عن اعتقال مستشار رئيس الوزراء رعد الحارس. طيب. وهذا دليل على ان الحكومه اللي تشكلت مثل مو مثل ما يقولون ان هي يعني اجت من تلبيه لمطالب الجماهير. يعني انت شنو تتوقع من حكومه تخلي مستشار فاصل؟ هذا دليل الحكومه يعني بنت على فساد. نعم. يعني هو مو مثل معين في منصب واحد، لا هذا مستشار. يعني مستشار اساسا يشير عليك باموال فاسده. طيب. كل المقترحات اللي ينطيك اياها هذه فاسده. هذا دليل انضاف جديد انه ثوره تشرين اساسا من اجت؟ ما اجت تقول انا جيبوا لي واحد يبني لي يعني مستقبل العراق جديد، لا. الثوره اجت حتى تقول انه المستقبل العراق يبني ابناء العراق اللي اساسا رافضين العمليه السياسيه. طيب انا بس اريد اسال حضرتك سؤال سيد ابو علي. عندنا رسالة على الواتساب من أحد المشاركين ما كاتب اسمه، يقول الأحداث اللي جرت اليوم على طريق محمد القاسم لا تمت للتظاهرات بأي صلة، ذولا طلعوا لتأخر رواتبهم، لماذا نسميها بالتظاهرات؟ أين كانوا في تظاهرات 1 و25 10 والمتظاهرين انبحت أصواتهم للخروج في ساحات التظاهر؟ يعني القصد أكو هسه بالعراق موجودين مجاميع دي يطلعون يطالبون بال الوظائف، متأخرة رواتبهم، ما أدري شنو، يريدون كهرباء. ذولا من حيحصلون على الوظائف ويحصلون على الكهرباء والبلد كله مدمر، البلد كله مافيات، كله عصابات، هذا شلون حينام وهو مرتاح ومأمن على بنته وابنه وأطفاله وزوجته إذا حوالي الميليشيات والحرامية والفاسدين للنهار؟ شوف أستاذ محمد، يعني ايش قد تقريبا عدد المتظاهرين اللي طلعوا؟ خلينا عدد تقديري نقول 2 مليون عراقي طلعوا للتظاهرات من يوم 25. طيب. البقيه الموجوده الناس اللي ملتهي بشغله واللي اساسا هو يقول انا اكتفي بالوظيفه، لان هو للاسف نظرته للوظيفه وبس. أي. مو مستقبل اولاده. يعني انا تدري هذاك اليوم اعلنت الحكومه العراق مطلوب 70 مليار دولار. تدري ايش قد يعني انا وانت وكل المستمعين العراقيين ايش قد مطلوبين؟ احنا مطلوبين كل واحد 1750 دولار. نعم. ليش؟ انا شنو اللي خليته من الحكومه حتى انطلب؟ انا الحكومه ما ادت لي خدمه، فاللي طلعوا اليوم بخاطر تاخير رواتب وغيرها المفروض
انت الرواتب اللي تاخرت تقول لهم ليش تاخرت الرواتب؟ نعم. هم ما طالعين ترى يردون رواتبهم، لا يقول ليش تاخرت الرواتب؟ انتم تسمون انفسكم حكومه وعندكم سياسه استراتيجيه للبلد، اذا سياستكم بلد ثالث اكبر دوله مصدر للنفط يعاني من رواتب متاخره، بعد لو ما عندنا نفط شو نسوي؟ يعني شو يسوون؟ يقصفون بينا مثلا؟ يبيعونا بالكيلوات. فاللي طلعوا هم مو رواتبهم قاصدينها، لا هم قصدوا سياسه بلد، واللي يطلع على راتب فهو للاسف يعني نظرته قصيره، احنا نسميها عند عربنا نظرته تحت رجليه، ما ينظر للوطن، لكن المظاهرات ما طلعت الوظائف ولا طلعت الرواتب، طلعت الوطن. يا ريت يفتهم العالم انه طلعت يعني اي ونت كانتري، اي ونت هوم، مو راتب. انا اشكرك سيد ابو علي من واسط، ويانا سيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبة لقمع المتظاهرين بكل محافظات العراق سابقا وحاليا، يعني اللي يقمعهم من هو؟ هو اللي يقمعهم الحشد الشعبي. والفصائل اللي يسموها فصائل هي ميليشيا، فاللي جاي يقمع الشعب ويقف أمام طموحاتهم وأمام طلباتهم بالعيش بكرامة بالعراق هو الحشد الشعبي. فخلي يعرفون كل العالم، مو يعني وزارة الدفاع فقط أو وزارة الداخلية هي اللي قمعتهم. بل الحشد الشعبي يعني حصرا، يعني الحشد هو اللي قمع المتظاهرين بالجنوب، هو اللي تم الاغتيالات والخطف والتغييب، وحتى خطفهم يعني نساء وقتلهم نساء وكل شيء سوى الحشد. فأهلنا بالجنوب خلي يعرفون من اللي هو ضدهم، من اللي وقف. الحكومة ما عندها القدرة ولا عندها الضباط الأكفاء في سبيل، او السياسيين الاكفاء يديرون المتظاهرين ومتطلباتهم ويحققوها. ما عاد هيك امكانيه الحكومه، لان يعني الناس لا هم اهل سياسه ولا هم اهل اقتصاد ولا كل شيء يفتهمون. لكن تم قمعهم بامر من ايران للاحزاب الحاكمه، وحتى رئيس الوزراء يعرف ان القمع تم على ايد القبعات الزرق والعصائب وغيرها والميليشيات الموجوده هي اللي قمعت اهلنا بالجنوب. طيب يدري يدري يدري، والعراقيين كلهم يدرون، وحتى لو افترضنا انه 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 هو انه هو معلومات ضعيفه عرف من العراقيين، وين الحساب؟ ماكو اي حساب. كل المجالس التحقيقيه اللي شكلها مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي والعبادي وغيره والمالكي، النتائج مالتها لحد الان مبهمه. يعني طيب. ماكو اي نتائج من هاي حادثه الفرحاتيه وهشام الهاشمي وغيرها والعوائل النساء اللي انقتلت على ايد الحشد بالبصره وبالناصريه وبكل مكان، اي نتائج للتحقيق فعلي ماكو، لان يعني هم نفسهم يعرفون من القاتل. مصطفى الكاظمي كان على جهاز المخابرات ويعرف الميليشيات الولائيه اللي هي مسلطه وهي اللي فوق القانون، وعندهم دراجات وعندهم كواتم ويحملون باجات رئاسة الوزراء يعني تابعين حاليا له، ويعرفهم شلون يتنقلون وشلون يخطفون وغيره واماكن تواجد الأسلحة والمخازن وكل شيء. فهاي طيب. الميليشيات وقفت امام طموحات الشعب العراقي، يعني ما تريدهم يتظاهرون، تريد الحكم يبقى تابع لايران والاحزاب اللي فشلت بالإدارة الحكومة ال 17 سنه يريدوهم باقين قامعين على قلوبنا، وما يريدون احد يتحدى على الاحزاب ولا على الحكومه. عاجبهم هذا الوضع، لان مستفادين من تهريب من سرقات من فساد، فيقول لك ليش يطلع الشعب يتظاهر؟ يطلع يعدموه. سيد صباح انا اشكرك شكرا جزيلا. معنا السيده ندى من الموصل، تفضل يا ندى. ندى من الموصل فقدنا الاتصال. معنا السيد سليم من السماوة، تفضل يا سليم. أخوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخوي الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي الفاسدة المجرمة التي اقترفت الجرائم والانتهاكات في جنوب العراق وفي الشمال. نعم. هذه ميليشيات إرهابية تكفيرية لا تمس بالعراقي بصدق. هذه تهدد العراق وعزت العراق أكثر من مرة. نحن لا ننسى جرائم الحشد الشعبي وأضاف الجيش الحكومي، الله وكلك، ثم الجيش الحكومي وأما الحج الشعبي، الله وكلك أهلهم متظاهرين، إما قبل عام أول بداية الظاهرات ولحد الآن، إن الحج الشعبي وقادته وعناصره مجرمين حروب وطغاة ومفسدين. الله وكلك.
حتى جلس الحكومة بعد عناصره ومن كبار عناصره يستنقلون عن الحد الشعبي وعناصره. هؤلاء مجرمين هؤلاء طغاة. الله بعد الشاعر يا خالد. هل احنا من شجعين من الحد الشعبي من البصرة؟ هل احنا اعتيال الصحفيين والمراسلين؟ ها؟ واللي كان الحد الشعبي والجيش الحكومي هو السبب؟ سيد سليم، يعني الجهة اللي طلعت الحشد، الجهة اللي أفتت بخروج الحشد، مدى تسمع هاي الأصوات؟ مدى تسمع حضرتك وغيرك وغيرك اللي دا يقولون يا جماعة الحشد ارتكب انتهاكات؟ طيب عفنا من العراقيين، الهيئات الدولية الأممية والمنظمات الحقوقية تكلمت عن جرائم الحشد، تحدثت عن مدى الإجرام، Human Rights Watch والعفو الدولية وحتى الأمم المتحدة، هاي كلها مواقفة بعين المرجعية اللي أفتت بخروج الحشد، وما تطلع بفتوى ترجعهم لبيوتهم؟ لا ما هي أخي باسي، لأن هي المرجعية هي اللي أعطت الفتوى للحق وكونت الحشد، فهي أمر بيد المرجعية. تريد المرجعية أن ترجع الحشد؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ ليش؟ أخويا هو عادي إيه هاي المرجعية؟ صدق بالله يا أخوي لا تقل عن الحد الشعبي وعن هاي كلهم مجرمين. يعني البارحة قصة المجال أخوي، يعني البارحة جلال الصغير احتجى على العراقيين بتصريح في خطاب له أنا هذا العرب إيران يحتجى على العراقيين. نعم. يا ويلي يا الله. وعليكم السلام، شكرا جزيلا. ندى من الموصل عاودت الاتصال مرة ثانية. ندى تفضل، يا أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا ندى. ناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أي ليش ما ينفع فن المساجين الأبرياء؟ نعم. أبويا صار له تقريبا سنة ونص. نعم. أخذوه قالوا له بس استفسار، إلى حد الآن كل شيء ما نعرف عنه. ليش أخذوه؟ قالوا استفسار. استفسار من هم اللي أخذوه؟ أخذوه الأمن الوطني. إيه. طيب وهذا الاستفسار صار لهم سنة ونص يستفسرون به؟ إيه وغير أشوف إلى حد الآن كل شيء ما نعرف عنه. لا مكان اعتقاله ولا. حتى أهله كلتهم كتلهم الدواعش، أمه أبوه أخته أخوه كلتهم. نعم. حتى مرت أخوه حتى حامله كتلوها. نعم. هي وضط. يعني متضررين من داعش ومع هذا. وهسه تجود جيش من رحنا بيها بوقت الدواعش وبوقت الجيش. نعم. يعني من الاثنين ما نخلص. نعم. طيب أنا وصلت رسالتك يا سيدة ندى، وصل صوتك، يعني أشكرك طبعا للمشاركة. الله يكون بعونكم وبعون كل الأبرياء المعتقلين والمغيبين. بس نبقى نسأل هذا السؤال، مصطفى الكاظمي يتناشد؟ ما الذي قدمه مصطفى الكاظمي للعراقيين خلال فترة حكمه غير الدعاية الإعلامية؟ شنو اللي قدمه للعراقيين؟ شنو اللي تغير من حال العراق بالفترة اللي استلم بها مصطفى الكاظمي؟ القمع اللي دا نشوفه بالبصرة اليوم بيا زمن دا يحدث؟ تحت يا حكومة؟ مو حكومة مصطفى الكاظمي؟ طيب هذا القمع ليش دا يستمر؟ ليش ما دا يتوقف؟ الوعود اللي أخرجها مصطفى الكاظمي لإيقاف القمع ضد المتظاهرين وحمايتهم وينها على الأرض؟ طيب السجون والمعتقلات اللي امتلأت واللي طلعت منظمة Human Rights Watch بتقرير خلال فترة حكمة قالت بأنه من 250 ألف إلى 1,000,000 عراقي مغيب ومفقود داخل السجون والمعتقلات الحكومية والميليشياوية السرية والعلنية. هذه الأرقام ليش ما أجرى تحقيقات جدية للوقوف على هذه الأرقام الضخمة جدا اللي مصنف العراق أنه هو من المراتب الأولى على مستوى العالم بأعداد المعتقلين داخل السجون الحكومية والميليشياوية؟ طيب هاي كلها يعني احنا نقول نسأل، ليش اكو ناس بعدها تناشد مصطفى الكاظمي؟ ليش اكو ناس بعدها تعتقد انه الكاظمي قد يستطيع ان يغير؟ طيب اذا كان يقدر يغير وين صار لهالفترة؟ هذا السؤال.
من معنا؟ السيد نجاح من الديوانية، تفضل يا نجاح. الله يساعدك أستاذنا. الله يسلمك، حياك الله. رحم الله والديك. والديك. جلال نزل أمين. إي. أمين. يحكي على الماجدات العناصرات. نعم. يقول إني دحارة في البتاوين من المحافظات. إي. جنن الماجدات. نجمة يعني جنن النجمة الأشكال والألوان. نعم. يحكي عليه. مين؟ ويروح يشوف عاره هو هذا اللي حيته كذا وصل وضمن من النجمة الأشكال والألوان. يحكي عليه يقول دعاره زي معرفة بالبتاوين. طيب سيد نجاح، خليني اعطيني رايك على اللي دا يصير من قمع بالبصره وبالديوانيه وبالناصريه وبالمحافظات العراقيه، ليش دا يستمر هذا القمع؟ بالاشياءات كلها وكثر الناس اختلفوا زين. نعم. ايه وما خلى الله حيك كل تركيه راحوا ورا الناشطين تطلعوا. طيب. تطلعوا البصره قمعوا. ما ساحة التحرير سبحان الله. هم يقول لك انا هذا بعد عدلتي يطيح ما يطيح. طيب. والله خطيئة الناس. انا اشكرك يا سيد نجاح من الديوانية، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا. عندنا صقر من نينوى، تفضل يا صقر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحياتي يا اخ محمد. الله يسلمك. الى كادر ولكل المستمعين ومشاهدي قناتكم. حياك الله سيد صقر. أخي العزيز. نعم. بالنسبة لهذه الحكومة حكومة إيرانية 100%. نعم. واللي اليوم قبل نص ساعة السلمة والفقراء الرعاية الاجتماعية. اي. مال التاسع ومن الشهر العاشر. طيب. انتهم بس ما شهر واحد. ما شهر واحد. نعم. يعني لحق لقمة الفقير هذا اللي فد مرة واقع لحقه وقطع منه ما شار. نعم. أي حكومة أي مية يعني ما تقطع من رؤوس الكبار الحرامية والفاسدين، تقطع من الفقراء من حق الفقراء. نعم. نعم. يا أخي هاي حكومة طغاة. نعم. طغاة والله طغاة فاسدين أقول لك كم كفرة. الحل ويا حكومة السراق يا سيد صقر، شنو برأيك؟ الحكومة اللي تابعة لإيران اللي يومية واقعة قتل بالمتظاهرين والفقراء و نعم الشعب العراقي يعني شاف الضيم من وراهم هذولا. سيد صقر برأيك سيد صقر برأيك الحل ويا حكومة الحرامية هاي شنو؟ والله الحل شلع مجهور. نعم. ما من أجارة بعد. طيب يعني احنا هم نسأل مثل ما دا يسأل باقي العراقيين، يقولون بأنه نعم. هذا الكلام جميل لكن وين الفعل؟ أكو عراقيين بعدهم قاعدين ببيوتهم. والله قاعدين. نعم. بالنسبة قاعدين. نعم. العالم أصحاب عوائل. يعني هسه المناطق الغربية متهمة 4 راس. نعم. يعني ختم. نعم. ما يقدرون يخرجون مظاهرات بالظرف الحالي. وعندك هنا سوق النبي أبسط شيء سوق النبي. متحكمين به متنفذين. نعم. ها؟ طيب. أصحاب بساط على باب الله مفتحين وهذا يومية جايين شايلين من الشبابات. طيب. سيد صقر أنا أشكرك. أشكرك وصلت فكرتك. شكرا جزيلا. يظل السؤال قائم. سؤال يطرح دائما انه اللي يريد تغيير بس بالكلام؟ المظاهرات والثورة تحتاج الى مؤازرة وتحتاج الى وقفة العراقيين بكافة المحافظات. شلون يريدون بعض العراقيين اللي قاعدين بالبيوت لا يزالون، شلون يريدون تغيير وهم قاعدين ببيوتهم؟ سيد صقر يقول دولة اكو اصحاب عوائل. طيب واللي موجودين بالشارع دولة مشردين ايتام؟ مهم أصحاب عوائل وعدهم عوائل وطالعين دي يظاهرون وطالعين ثائرين حتى يسقطون هذا النظام الفاسد.
واللي دا يواجه مشاكل بمحافظته وبمنطقته. طيب ما هو العراق كله عايش بأزمة، هو العراق كله عايش بمشكلة، بكارثة كبيرة. يعني أنت بمنطقتك ولا خارج منطقتك أنت تعيش في كارثة كبيرة. اللي طلعوا بالجنوب ما عندهم مشاكل، ما عندهم ميليشيات، وضعهم جيد يعني حتى قدروا يطلعون، أيضا خرجوا من مأساة وخرجوا من مأزق كبير وطلعوا يدي يتظاهرون حتى ينهون هذه الأزمة. يعني هذه أسئلة تطرح حقيقة دائما من عراقيين لعراقيين. أبو راشد من عمان تفضل. تحية لك أخ محمد والمشاهدين المحترمين. حياك الله، أهلا وسهلا. طال عمرك بالنسبة للحكومة العراقية لن تعرف استراتيجية البصرة. البصرة نعم. هي طال عمرك منطقة العراق اللي هي الممر المائي الوحيد للعراق، بعدين نعم. نسبة الانتاج النفطي فيها 65% تقريبا على مستوى الانتاج النفطي في العراق، نعم. بعدين شط العرب في العراق في البصرة طال عمرك، نعم. وضرب المجاعة طال عمرك وبدون رواتب، نعم. وشكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أنا أشكرك يا سيد أبو راشد من العمان. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. البصرة الآن تهتز بحناجر وبصوت واحد عتاب تارك يا شهيد للقصاص من قتلة الشهداء. رمي حي على متظاهرين البصرة. هاي ميليشيات الحيداني. محافظ بصرة فاسد فاسد أقيلة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمر بالحديث في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم عن الاعتداءات المستمرة والانتهاكات على المتظاهرين في المحافظات العراقية، ونخص اليوم بالذكر محافظة البصرة. يتعرض بها فيها المتظاهرون إلى عمليات قمع حكومية ميليشياوية شديدة جدا، أسقطت إصابات وأدت إلى وجود اعتقالات وتغييب من ساحات التظاهر على يد القوات الحكومية. طبعا جموع غفيرة في ساحة اعتصام قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار خرجت للتأكيد على مواصلة ثورة تشرين، وفي مهرجان خاص بثورة تشرين وشهدائها ردد المتظاهرون هتافات وطنية أكدت على وحدة الشعب العراقي في مواجهة العملية السياسية الفاسدة. فلنشاهد. لبيك يا
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا العنف يستمر ضد المتظاهرين رغم الوعود الحكومية بإيقاف هذا العنف، رغم تصريحات مصطفى الكاظمي، رغم حديث المتحدث الإعلامي باسمه اللي يقول بأنه اللي صار هو خارج أوامر القيادة العامة أو القائد العام للقوات المسلحة. يعني شنو خارج أوامر القائد العام؟ أي قائد عام هذا ولا تحترم الأوامر الصادرة منه وهو القائد العام للقوات المسلحة، أعلى صفة موجودة في البلد وأقوى سلطة تنفيذية في البلد، هو السلطة رقم واحد. وين القوانين اللي يصدرها والأوامر؟ وين احترام هذه القوانين؟ إذا كان المتبع بالبصرة واللي متبع في بغداد واللي متبع في الناصرية في ذي قار وفي الديوانية وغيرها هي مخالفة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ليش يبقى بالمنصب؟ على أي أساس إذن يكون أكو راتب ويكون أكو تخصيصات وامتيازات وحصانة وحماية وغيرها، وهو لا تحترم الأوامر اللي صادرة منه كما يقال يعني على لسان المتحدث الإعلامي. العنف المستخدم الآن شنو نتيجته؟ شنو مصير المصابين؟ شنو مصير المعتقلين؟ من الذي سيحاسب من خالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة؟ وهذه الأوامر طبعا هي تخالف على مدى منذ أول يوم لاستلام الحكم ولغاية هذه اللحظة، والأدلة كثيرة والأمثلة موجودة، والجميع يستطيع أن يعود للمقاطع الموجودة على الأقل المنتشرة في يوتيوب اللي تؤكد هذه الانتهاكات. معنا السيد حسين من الكوت، تفضل حسين. ألو، حياك الله. من الكوت حسين، تفضل يا حسين. أهلا وسهلا. أبو على الهواء؟ أي تفضل على الهواء. هاي كلها مخلفات الحوزة. ليش؟ شنو يعني؟ خلينا نحكي كلها مخلفات الحوزة العلمية. أي تفضل. مالك يمي؟ تفضل حسين. هاي كلها مخلفات الحوزة العلمية. نعم. حزب الدعوة منين؟ مو من الحوزة العلمية؟ التيار الصدر منين؟ نعم. علي الحكيم منين؟ نعم. كلهم عملاء المعممين. ألف رحمة لوالديك يا صدام حسين، من خلصتنا من دولة وظل ذريتهم. حسين بس اكو شغله حتى يصير الكلام اخذ وعطى، يعني حتى لا اخذ وعطى يا اخي. انا اقرا الفاتحه روح صدام حسين. خليني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزوها حدود هي. طيب فلسطين ما صاير هيك فلك. نعم حسين، أنا أشكرك يا حسين. نعم أشكرك يا حسين، وصلت فكرتك. وحسين متشنج يعني كعراقي حقه، كعراقي حقه أنه يتوتر ويتشنج ويغضب في هذا البلد لما يشوف أنه اللي يتحدثون باسم الدين هم اللي يبوقون البلد. والشعار اللي رفع المتظاهرون في ساحات التظاهر باسم الدين باقون الحرامية هو الاختصار لكل اللي يصير بالعراق. يعني احنا نقول دائما بانه النظام السابق ذهب بما له وما عليه. اليوم احنا من 2003 ولغاية اليوم 17 سنة اجت الوعود الكثيرة، وعود الازدهار والحياة المرفهة والديمقراطية وحرية التعبير. طيب ذولا اللي قالوا بانه احنا طلعنا العراق وانقذناه من الدكتاتورية من القمع، طيب تمام، انتوا ايش حققتوا؟ ايش قدمتوا للعراق والعراقيين؟ شنو اللي قدمتوا للمجتمع العراقي انه وصل اليوم بعد 17 سنة يسب ويلعن بيكم؟ واي واحد منكم يشوفه باي مكان، حتى شفتوا حضراتكم النماذج للسياسيين من يطلعون برا البلد، من يتواجهون ويا مواطن عراقي في مطار دولة اخرى، مطار دولة فاقد بها صلاحياته وحمايته، شو يسوي به المواطن العراقي؟ يهينه ويذله ويسبه ويلعن الساعة اللي اجى بيها ودخل الحكم هذا البلد. هاي النتيجة ورا 17 سنة، ليش وصلتوا المجتمع العراقي إلى هذه النتيجة؟ أبو أحمد من الرمادي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي عزيز بارك الله فيكم على البرنامج وعلى عنوان الحلقة اليوم. حياك الله. عنوان جدا مهم. الله يسلمك. وبالنسبة لأخونا أخونا حسين من الكوت جابه من الآخر يعني. نعم. يعني موضوعك ولا الرجال يعني كان على نية الرجال يعني يتكلم كلام واضح جدا. طبعا هذا كلامه للواعين
طبعا هو الرجال حتى مغير صوته خوفا، يعني خوفا من الاعتقال، خوفا من الاغتيال. طيب. تعرف ما شاء الله عصابات يعني على مستوى. نعم. بالنسبة للعفو، بالنسبة للموضوع التظاهرات اللي موجود حاليا أو رواتب الموظفين، رواتب الموظفين عشان عزيز الدولة وصلت إلى حد الانهيار، يعني بعد ماكو أي مجال. يعني بس هم شلون يقول مستحين يقولون، أو هم ما يستحون، لكن من يقول أنا أفلست يعني ماكو حكومة، الدولة طيب. من تغني فلاسة يعني ماكو دولة. طيب. احنا وضع رديء جدا، يعني انت تتصور موظف او رواتب موظفين ككل دوائر حكومية كاملة. نعم. يعني اذا ما توجد اعمار يعني تتوقف الحياة، تتوقف الخدمات. اني سؤالي للشعب، يعني اللي هو طلع تظاهرات. نعم. والشباب. نعم. اللي ضحى واللي تشهدوا الله يرحمهم، قاعد لهم. نعم. سؤال، خاصة اخوتنا الجنوب. يا اخوتنا من الجنوب، انتم تشوفون حكم شيعي، احنا ما نريد ندخل بهذه المواضيع. اي حكم شيعي واضح جدا. زين، الحكم الشيعي شنو اللي قدم لكم خلال 17 سنه هاي اللي مضت؟ طيب، قدم لكم الدمار، قدم لكم الاقتيال، قدم لكم المخدرات. قدم لكم ايران طب وتطلع براحتها، يعني بكل الامور اللي السيئه بالحياه قدمها لهم، بس طيب. ما قدم لهم شيء ايجابي. لا، كله سلبي. الاخ حسين قال الحوزه العلميه، يا حوزه. طيب، قبل الطبل هاي النقطه، خليني اسال حضرتك سؤال سريع، لان عندنا متصلين دي ينتظرون. انت قلت الحكم الشيعي لاهل الجنوب، سؤال ايش قدم لكم غير الشغلات اللي حضرتك عددتها؟ طيب، احنا ايضا نسال المواطنين اللي بالمحافظات المنكوبه اللي شهدت عمليات عسكريه ودمار، وحضرتك من الرمادي يعني من الانبار. نعم. إيش قدموا السياسيين السنة اللي موجودين بالعملية السياسية، من برلمانيين، من وزراء، من نواب، من غيرها، من مسؤولين، إيش قدموا للمحافظات مالتهم على الأقل قبل أن نقول إيش قدموا للعراق؟ أخوي العزيز، أنا والله ما استثنيتهم، لا بالعكس. لا أدري ما استثنيتهم، بس إحنا حتى نكمل الجملة. نعم اخوي العزيز، انا بس اعطيني مجال يعني عبد الوقت. لا ماكو، ارجوك يعني في دقيقه. اي بالنسبه لجماعتنا اللي نقول السنه، يعني الممثلين على السنه، انا ما احكي على مودهم. ليش؟ لان ما عندنا ممثلين سنه، لان هم عيشات تبعيه للحكم اللي موجود بالعراق، وهو الحكم الشيعي. الان من قلت الشيعة، يا شيعة، هي حاليا حكومه كامله مكمله، هي باسم الشيعة جاي تتكلم. يعني انا ماذا اقول لك والله انه مدحا بالحكم السابق، لا، هو الحكم السابق واضح، يعني معالمه وخدمات وامن وسياده وكل شيء. طيب. موجود كان متوفر، ما حد كان يمس حد، يعني الحدود نهاية اتحدى دوله، ويعني على مستوى. طيب، انا اشكرك يا ابو احمد، وصلت فكرتك. اللي حتى نوصل الفكرة أيضا، حتى لا يكون الكلام ماشي باتجاه الحكومة، اللغة اللي تستخدمها أحزاب السلطة والحكومات، اللغة الطائفية، التوضيح فقط. أهالي الجنوب الغالبية من الطائفة الشيعية، الموضوع ما بي لا حرج ولا عيب أنه يقال، هم متبرين من الموجودين بالسلطة، هم متبرين من ذول اللي يدعون التشيع أو يدعون شيعة الإمام علي عليه السلام، اللي يقولون إحنا أتباع علي وأتباع الحسين. ذولا الشيعة أو باسم الشيعة باقوا المحافظات الجنوبية وجوعوا أهلها، وخلوا المحافظات خالية من الخدمات ومن الوظائف ومن المستشفيات ومن النظام الأمني وغيرها. وبالنسبة للي يسمون بالسياسيين السنة، شوفوا المحافظات المنكوبة إيش صاير بيها. أبو حسن من بابل، تفضل. أيوه. تفضل. أيوه. يا أبو حسن، شلونك ابو جاسم؟ حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل. شلون الصحة؟ الله يبارك بيك، حياك. ادحكي وياك والله، ارجوك انت تحملني شوية. بس الوقت ارجوك، اختصر ايش قد ما تقدر. هو اخذته بعد رصيدي خلص، انتم شنو القضية تشميزون من يجيبون النظام السابق، وانتم فضائية وطنية جاي تسمعكم كل الناس. النظام السابق من كان موجود، من هو يقدر يوضع قدمه على حدود العراق؟ تمام. ليش تشميزون انتم وذاعة وطنية؟ خلونا نحترمكم ونحبكم. نعم. ليش أسف تقطع من يجيبوا انطار النظام السابق؟ طيب. الله يرحمه صدام حسين، ليش يسدون انطونا مجال؟ مو احنا متابعين. نعم. فضائيتكم ليل ونهار. نعم نعم ابو حسن، انا تفهمت كلام حضرتك واشكرك طبعا، واتمنى تسمعني حتى بس اوضح لحضرتك باختصار. اللي النظام السابق كما قلنا ذهب بما له وما عليه، يعني
بما له من إيجابيات وما عليه من سلبيات. بغض النظر حضرتك يعني أنت ترى كمواطن عراقي النظام السابق من وجهة نظرك هو نظام وطني عراقي كذا، طيب ما يعني هذا رأيك الشخصي ويحترم ويحترم الرأي الآخر المقابل، لكن احنا نقول بأن النظام السابق بسلبياته وبإيجابياته مهما كانت اشقد قيمتها اشقد تأثيرها اشقد حجمها راح. اليوم اللي يجوي بعد النظام السابق اللي هم دي يحكمون اليوم اللي حكموا من 2003 ولغاية اللحظة ذولا هم الحاضر، ذولا هم الحاضر اللي دا نتكلم عليه اللي دا نقول سلبياته اللي دا نحكي ودا يحكي العراقيون بكلهم دا يقولون سلبيات هذا النظام، النظام الحالي اللي موجود حكومات ما بعد الاحتلال. يعني الموضوع مو اشمئزاز من نظام سابق ذكر أو ما إلى ذلك، الموضوع أنه النظام انتهى خلاص، الحديث بالماضي شنو فائدته؟ خلينا نتكلم باليوم، اليوم اللي دا يصير بالعراق. السيدة أم عبد الله بنص دقيقة تفضلي، حياك الله. أستاذ. نعم. اسمعني. تفضل. الوضع هو مبين. هم من قضى على النظام السابق، أمريكا عاد سياسة لازم إحنا نتفهمها كعراقيين. نعم. هي خلت النظام بيد مع الاعتدال للشيعة الشرفاء بيد الشيعة المجوش. نعم. زين. ووصلوا العراق إلى هذه النتيجة، سووها حرب شيعية سنية، قضاء السنة وإنسى حرب شيعية شيعية. أستاذ كل الهدف خلي يعرف الشعب العراقي إن العراق واصل إلى مرحلة التقسيم. طيب يعني إحنا وصلت فكرتك، أنا أشكرك أم عبد الله وأعتذر الوقت انتهى. في رسالة واردة، السلام عليكم، السلام على قناة الرافدين، قناة الثوار الأصيلة والعراقيين جميعا. الخروج إلى ساحات التظاهر لمؤازرة ودعم إخوانهم الثوار في هذه الفرصة يا عراقيين فرصة أخيرة في الخلاص من هذه الحكومة الفاسدة، حكومة اللصوص والمجرمين. وشخص يرسل رسالة بعيدة عن موضوع اليوم، لكن يقول نطالب من خلال قناتكم بتوسعة مقاعد الدراسات العليا لهذا العام، نحن مظلومين والله، التوسعة قضيتنا. طيب نتمنى إن شاء الله تلبى هذه المطالب، لكن نسأل إحنا الشباب اللي في هذه الأزمة، إذا تخرجت وإن شاء الله يا رب تتخرج وبالتوفيق، حتقضيها على الرصيف؟ طيب الآن العراق كما يقول المتظاهرون أو كما يقول العراقيون بحاجة إلى مؤازرة ومساندة. هذه رسالة. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا، نشكركم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.